أفضل طريقة لغسيل الأذن وتنظيف الشمع والسددان اللي موجود في الأذن وإزالة كل الشمع والترسبات ولا الأتربة والحاجات اللي بتكون موجودة في الأذن بسهولة جدا في البيت في 3 دقايق بس. نروح نجيبه من الصيدلية حاجة اسمها مية الأكسجين 3% زي النوع اللي موجود قدامكم ده بالظبط. هتبقى عبارة عن تايل محلول كده هوت، هناخده من المحلول دوت بالسرنجة بالظبط 1.5 ملي ونبتدي ننقط في الأذن اليمين 3-4 نقط 5 نقط، يعني بتاع مثلا تقريبا ما يقارب الربع ملي. بعد ما ننقط في الاذن هنحسه في بابلز او في فوران جوه الاذن. ده ان المحلول بتاعنا بيعمل ايه في الوقت دوت، بيكسر كل الشمع اللي موجود او بيكسر كل الوسخ اللي موجود عشان يطرده بره الاذن. هنعمل ايه؟ هنحط راسنا نميلوها بالشكل ده 10 دقايق ربع ساعة بالكتير خالص، وبعد كده ايه نحط منديل وننزل الاذن بالشكل دوت. هينزل كل الوسخ وكل الترسبات وكل الشمع اللي موجود وكل الحاجات اللي موجوده جوه الودان هتطلع كده اهو. كمان لو في حشره او في اي حاجه ميته جوه الاذن، دبانه او اي حاجه او نمله او اي حاجه، ممكن برضو الطريقه دي تكون مفيده في ان هي تطلع كل الوسخ اللي موجود جوه. هنكرر الموضوع ده مره تاني بنفس الطريقه دي. بعد ما ننزل كل الوسخ اللي موجود دوت نحطه 3-4 نقط جداد، هيحصل برضو نفس الفوران عشان هيكون في حبه اتربه او شمع تاني لسه موجودين، برضو هيدلينهم وهيدوبهم خالص وينزلهم بنفس الطريقة اللي عملناها. برضو نكرر نفس الموضوع دوت مع الودان التانية، وهنعمل نفس الطريقة في الودان التانية بالظبط كده، وهننظف كل الوزن. بعد ما خلص تنظيف الودان الاتنين هنعمل ايه؟ هنحطه بس ايه زي قطنة او اي حاجة كده هو، بحيث ان كل الحاجات دي اللي ممكن موجودة برضو بالداخل تنزل. بعد ما نحس ان خلاص المكان جوه نضف خالص هنعمل ايه؟ هنروح حاطين 2-3 نقط من زيت الزيتون جوه الودان. هنحطه زيت الزيتون يلطف المكان جوه، كمان هيعمل زي حماية من اي اتربة او اي حاجة ممكن تخش الودن تاني، خاصة ان الشمع ده المفروض كان بيحمي الودان من اي حاجة ممكن تخش الودان، فبيوقفها ما بيخلاش توصل لحد طبلة الاذن. فزيت الزيتون هيأدي نفس الغرض، ونكرر وضع زيت الزيتون دوت 2-3 مرات لمدة 2 يوم وخلاص كده هوت. بعد كده ممكن نستخدم طريقة مية الاكسجين دي كل قد ايه؟ ممكن يعني يفضل ان هي تكون كل مرة بس في الشهر مش اكتر من كده. ولكن لو انا مثلا من الناس اللي وداني بتعمل شمع كتير وبيطلع من بره او بتطلع وسخ كتير من وداني، فيفضل ان انت ما تستخدمش اي حاجه غير ميه الاكسجين او قطره في الصيدليه اسمها قطره الدي واكس، ممكن تستخدمها بعد كده على فترات متباعده عشان تنظف لك ودانك. هنتجنب استخدام اعواد الاذاني دي نهائيا عشان تعمل التهابات، وكمان بتزق الشمع لداخل الاذن بالداخل خالص كده هوت، فبتسبب اللي هو السددان اللي احنا بنحسه بيه دوت، ونحس ان ودانا مقفوله مش بنسمع منها كويس، مشاكلها كتير. ولكن ممكن نستخدموها في حاجه تانية، هي ايه؟ ان احنا ننظف الاذن من الخارج، اللي هي النتوءات اللي بتبقى موجوده في الخارج زي المنطقه دي كده، بننظف فيها الاذن من الخارج مش من الداخل. يا ريت لو استفدت من الحلقه تشيرها لكل احبابك. دمتم في صحه وامان.